السلام عليكم حبايبي، كيفاش لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ كلشي بخير وعلى خير. كنتمنى انكم تكونوا بخير. شوفوا الشتيوه كطيح عليا. كنتمنى ما نكونش غبرت عليكم. المهم اليوم ان شاء الله غادي تدوزوا معايا النهار، حيت انا دابا معروضه نمشيو ناكلوا الفيصه وداكشي. باش ايوا يلا بقاو معايا، ما تمشيو فين، ما بغيتش نطول عليكم في الانترو داكشي. باش مقدمه هذا الفيديو خصاتكم قصوره باش تدوزوا معنا النهار زوين. يلا حبايبي، كنتمنى انه يعجبكم لا فيديو، كملوا معنا حتى الاخر. بون بيزو. حقيتو انا دابا يلاه وصلنا. شوفوا انا واش مشى حتى كطي. دابا وصلنا، حنا غادي ندخلو. يلا خليكم. ايوا حنا دخلنا دابا، حنا جالسين مجمعين كنتسناو الغدا. هذا مكان وي الا كاين شي حاجه راه غنصورها لكم ضروري، باش ما تخليوش قطانين في لا فيديو. نتوما معايا، كنتمنى انكم تكونوا كتسمعوني. ها هو البرمج ديالنا اللي تغدينا به. كنقول خالتي فاطمه شكرا بزاف، الله يخلف عليك. شوفوا كاك غادي نمشيو للحمام. شوفوا شحال من صاك، شوفوا شحال من صاك، نمشيو للحمام. تيشوها بلا داكشي اللي مشى. سير حنا مجملين وغاديين. يا كازميزة فين غاديين؟ غادي العوينة غنديرو غنتحممو. ملاح كلي انا انا مريضة. شو هادشي شتا كطيح؟ علمتك تعومي غرقتيني. اسمعي الفعل، علمتك تعومي غرقتيني. مشيت معاك بني عذبتيني. شمس شنو؟ شمس شمس شنو؟ ديريها ديريها ديري. هي هي دابا هاد الله في الكانتينا. ويلا خرج بلا فوطه. هنا غادي نمشيو لهذا اللوينه ديال الجري. نعمي هذا ودبا راسي تنوصل ان شاء الله نوريكم اللوينه.
توصلنا عامر. هنا ننزلو نصور لكم، نحطو الطوموبيل في البارك ننزلو نصور لكم. واخا احنا عاد دابا وصلنا، عاد وصلنا بالطوموبيل. نعم يا حبيبة، شبي عندك، عندك طرشات طلع لعينيا. شوفوا هنا غير الظلام. نعم يا حبيبة، كتعيط عليا كوثر. راه فيه الظلام. هيا الدخلة، كاين حيت الظلام وحال هادي. خلاص الكافي ديالهم. نعم انا ماما موراك. انا عندي ننو، عندي ننو هزه. ها هي الدخله. حنا نخلصو ونعاود عاد شنو ننو. ما عرفت واش نكون كان بالكم ولا لا. قلتوا لي دابا يلاه خرجت من الحمام من لاوينو. انا باقا كنتسنى ماما وسميره يخرجوا حتى هما وصافي. شوفوا السخانه ما دايره فيا، مرضت داكشي. باش انا نوريكم شميشتي. شميشه اشميشه شميشه شمس. هاجي جيت شوفي بيس بيس، هاجي شوفي بيس. هيا بيس بيس، هيا بيس بيس. شتيو شوفو بصحتنا الحمام. الله يعطيكم حتى نتوما الحمام، خا دابا شي حمام عوينه. بصحتنا والعقبه اللي عندكم حتى نتوما ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي حتى نتوما العقبه اللي عندكم. والله الا عرفتو تحميمه واش من تحميمه درنا. دابا شي 11 هادي، ملي مشينا ملي دخلنا مع السبعة د العشية راه 11 د الليل هادي. والله الا 11 د الليل هادي. عاد دابا خرجنا تسخسخت، والله الا تسخسخت مت. حنا غادي حاجه ديك البلاصه د الرجال. ويلي ويلي ويلي، والله الا تسخسخت. ما كانتش مشي نكسب قهوه بعدا هو الاولاد، نمشي ساعه صافي كلشي. دابا كنهربوا في حالتنا من البرد. ايوا يلا الا كاين شي حاجه ما نصورها لكم هنا غادي نعاود نرجع عندكم نصور لكم. ما لقيت ما نصور لكم كان غادي يكون هذا هو الاخر ديال الفيديو ان شاء الله. يلا ديالنا. كنتمنى انه يعجبكم.
الصراحه جمعت لكم فيهم 3 جوغ لحقاش راكم عارفين البرد الشهاده ما كيخرج ما كيدخل. المهم داكشي اللي قسم الله انا درت لكم في لا فيديو غير باش ما نغبرش عليكم حيت كنبغيكم بزاف وكتوحشكم بزاف. هذا هو علاش كتوحش لي كومونتير ديالكم الزوينين. جمعت لكم 3 جوغ. النهار الاول هو اللي كلينا فيه الرفيسه ما تشهيتها لكم عرفتوا راها كتحمق وكنقول لخالتي فاطمه شكرا شكرا بزاف 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 والهلا يخطيك عليا. ونهار الثاني هو اللي مشيت انا وسميره الهبيله مشينا لهذا العوينه ديال العوينات ديال الاجري ديال جري مشينا ليها تحممنا فيها اللي هو البارح. ايوا اليوم اللي غندير لكم النهايه ديال الفيديو صافي ما يعني ما نزيدش نطول عليكم في لا فيديو لحقاش ما كاين ما يدار. انا جالسه دابا غير هنا ماما غير في الدار ما كنخرجوا ما حتى شي حاجه حيت البرد والشتاء. هذاك الشيء علاش جمعت لكم فيهم 3 ايام وكنتمنى انه يعجبكم ويكون خفيف وظريف على قلوبكم. وكنتمنى بزاف 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 انكم تخليو لي كومونتير ديالكم ولي جيم وتبارطاجيو لي فيديو مع احبابكم باش تزيد تكبر العائله ديالنا ان شاء الله باذن الله. وكنقول لكم من هذا المنبر هذا اقسم بالله العلي العظيم الا كنحسكم نتوما عائلتي الثانيه لو كان ما كنتش كنحس بكم راه ما نقسمش معاكم كلشي. بحال مثلا انا شان نديكم انا معايا العوينه وليت غنوريكم الرفيسه كيتا انا فهمتوا. هذا هو علاش حيت كنحس بكم عائلتي الثانيه كنبغي نتقاسم معاكم كلشي عرفتوا راني كنطلع على الشمس دايره الفضايح هزه واحد البريري ديال ماما كضربي ريحته يلا حبيبي ما زيدش نطول عليكم بزاف. تهلاو في ريوسكم وكنبغيكم بزاف مره اخرى. غون بيزون باي باي.